الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم عهتنه تنتوب كيو بيأك جيتي منما أصول الثلاثة الشرحي توعدين هرسي درسلي كهننها بنادن تبدي يارغو فردين تحتني مي أفرامايا يارغو فردين تحتني كي نهرسي تتيابنه سونيه تهم حاين تنكاتككي أن اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله إنه سونيه نهرسي درسلي تمه بريت نهسونه تو عدي بنا دن تبري يارغو فردين تاميا أفراما يارغو فردين تكا نهار ستو العلم إردقا إنه سونه تو عدي إردقا ككيانا هنينمي محاي إنه نو عدي وهو معرفة الله يلا يارغين هنينمي إنه يلا نمه إردقا يارغينمي يا رجيني إيانا مني نهرسي درسلي العلم إيانا هنيني مكي نهرسي معناي كاد أوله أساكد درسلي بين وينه نمي العلم ككيانا هني معناتا أوله ننيه توعدين نهرسي درسي المعرفة الله إيانا ككبينه يلا يا رجيني هنيني مي يلا نمه الرجاء يا رجيني هنيني مي إيانا ما نهرسي درسي الككبينه كادو أساكد درس البين وينما العلم ككيانا هنينمي ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة يي يلي فرمو تياريجيني كادو إسلام الدين ياريجيني بالأدلة بالدليل يلي فرمو تياريجيني إسلام الدين ياريجيني هنينمي إيانا كيني إيا كادو العلم ككيانا هنينمي توعدي التتغحص هنا هنا وعدي العلم ككيانا هنينمي معرفة الله يلا يا رجيني ومعرفة نبيه يلي فرميت يا رجيني ومعرفة دين الإسلام بالأدلة إسلام الدين كاد دليل يا رجيني هنيني إيانا ما هيانا العلم ككيانا ماي توعدي ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة أساكد درسه لنهنتي نجايا برد أحل النكاتكك محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى يلي كاه رحمة إميا ومعرفة نبيه إيانا هنينمي أي معرفة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يلي فرمويتا محمد ياريجينين كنيه إي توعدي المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به إردقايا كل واجب استهتني أسك به هيمي وقلتا متكوبه تهتنهتن إردقها يلي فرمويتا تارجهتنين كنيه من الهدى مستككي مستككي ودين الحق حق ديني يلي فرمويت باهيهيني لي مثلنا كوغول استهتنهتن إردقا تكين فردينتا كادو وتصديقه فيما أخبر يلي فرمويتي ورسهيهيني متي كونما استهتنهتن إردقا يعني أتو يلي فرمويت باهيهيني مي إنكه نمس الدهاي تهتنهتن إردقها يلي فرمويت تارجم فردينتا إيانما وامتثال أمره فيما أمر كاد يلي فرمويت عليه الصلاة والسلام إدلك وأمرس هيه ينيم لقيت تاما أنك يلي فرمويتك مقعي أرجانم هنما يلي فرمويت أبه ينمي إيه ينمي إنكه إرق ينيه كادو مثلا أسك اللي أمرس هيه ينيمتي كوبها هاي تهتنهتن إردقها يلي فرمويت تارجم فردينتا واجتناب ما نهى عنه وزجر كاد يلي فرمويت عليه الصلاة والسلام ككواس هي نيمكي واسنتاما يي إردقايا يلي فرمويت عليه الصلاة والسلام ككواس هي نيمكي الدواسم منتا هاي كواس هاي تهتنهتن إردقها يلي فرمويتا تارقين فردينتا هي وتحكيم شريعته والرضا بحكمه كاد يلي فرمويت نهباه هي نهي شريعته يلي فرمويتي تا
تمنى سن حكمه تمسيني تمنى سن أحكم ككيه نهي شريعتها يلا أكنه باهيه نهي شريعتها سن يحكمي نهي نمي والرضا بحكمه كاد يلي فرميت عليه الصلاة والسلام أبيه نهي حكمي يكحني نمي. قال الله عز وجل تكل يلي سبحانه وتعالى فيل ربي سقرآنك أدى الإيمي فلا وربك لا يؤمنون ما يأمن أن يلي سبحانه وتعالى اسم قعكيس نفس اللي بتياها لا يؤمنون ما يأمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم كم فنلتكه تيمه كو فنما ينيه حكمه كو فنلها ستها نمفنها ما يأمن أن تككي ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا تكك سن نفس تجي وانما سن نفس تي تجي وانما مما قضيت كن فن الابته تنهتم مكلكا سن نفس تجي ويها ننفنها ما يامنا انا يلي سبحانه وتعالى سقرانك الدلاي ويسلم تسليما التسليم الكامل لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلي اتفن كم فن الابته تنهتم حكمه كاملنا اسلم مهنيه اتو كم فن الابته تنهتم حكمه كم فن الأب تهتنيه تنحكمي دود له نيه أقوله أقول لها نفنها ما يمنا ناه يلي سبحانه وتعالى إسق قرآنك أدل توعد كادو فيله نيه الرب سبحانه وتعالى قرس آية الأيام إنما كان قول المؤمنين مؤمنين مرحتك هي إذا دعوا إلى الله يلا فانسيح ما نهني وعدي ورسوله كادو يلي فرميت فانسيح ما نهني وعدي ليحكم بينهم كم فنليحكم إجله أن يقولوا إيانا هي سمعنا وأطعنا سمعنا نوبيه وأطعنا أقلنا هي إيانا هي مؤمنين هي مري يلا فناي يلا فرميت فانسيح ما نهر وعدي أقلنا هي نوبيه أقلنا هي إيانا هي اللي سبحانه وتعالى يسو قرآنك الدلاي وأولئك تومره تقحتكي هم المفلحين هم المفلحون نمه سلمه نهي أمري تومرك إني إيا سبحانه وتعالى إذا قرآنك الدل توعد وقال تعالى فيله نهي الرب كادو قرس آية الإيما فإن تنازعتم في شيء تلئي التوايتين سنكاتكك فردوه قحساء إيا سبحانه وتعالى إذا قرآنك الدل إلى الله يلا فانقحساي والرسول فرميت فانقحساه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يلي كتابك يلي فرمويته سنة فانقحسيان ماي إن كنتم تكينك تؤمنون بالله يلا اليامنه نهي أمر تكينك واليوم الآخر آخر عير اليامنه يلا اليامنه نهي أمر تكينك تكيك إتا إلي ويتانه تنين حاقيدا يلا كي يلي فرمويت فانقحساه يلي سبحانه وتعالى ذلك تهو تقحتكي إتا اللي ويتينيه تنينيمي يلا قحستانه يلي فرمويته قحستانه ما خيره تايسين كنية وأحسن تأويلا معه تنيه تمن دباي كادو معه تنيه تنقلتو إلي تنين كنيه إيته يلي سبحانه وتعالى يسو قرآن كدل سورة النساء كنتم كيسا قل هايته آية 3 ما هي يلي سبحانه وتعالى وقال عز وجل تكل كاد يلي سبحانه وتعالى إيمي فليحذر الذين مريس إسحب سياه يخالفون عن أمره يعني أمر يخالفه نهي أمري يلي فرمويته أمر يخالفه نهي أمري يلي أمري يلي فرمويتي اللي سنم أمري سهيني يخالفه نهي أمري أن تصيبهم كنت بليمك سن حب سياه فتنة فتنك انت بليمك سن حب سانيا أو يسيبهم أو كادك انت بليمك سن حب سانيا عذاب أليم لكم سيستهت نهتن دقالك انت بليمك سن حب سانيا يلي سبحانه وتعالى يلي فرمويته أمري خيل فيه نهي أمري توه كنت بليمك سن حب سانيا يلي سبحانه وتعالى سورة النورك لحتنك سدحيته آية تلته يلي سبحانه وتعالى توعدي مع احتنيه تنتوبك ويو يلي فرمويتا نمه إدقاه ياريجين فردينته يلي فرمويتا توعدي أنك مولد النبي أرحكوي أو كادو كحفلة أبنهنني أرحكوي أسوك إدقوبك هنيهن أيرو نسكر دهنني أرحكوي يلي فرمويت العسيسويه يلي فرمويته صحابة كادو كاقير أبي وايته صلف الصالح كادو إلي قيتمو وايته تنهتن حاقي دا أبانا مهن ميا يلي فرمويته نمك حنو كحنه نهي أمري أو كادو يلي فرمويته نمك تايوه كتاه نهي أمري يلي فرمويته أبيم أبانا
يلي فرمويتي ككتا ايهني مكتانا يلي فرمويتي اللي جيتي ما ايهني ملي جيتي ما نما نمها يلي فرمويتك حني هني همريا يلي فرمويتي كتايو فره هني توعدي فرمويتي كتايو كهي حي هني همرا نيابي سنباي أرحي توعدي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة يي العلم إيانا هني نمكي نهار ستم معناه معرفة الله يلا يارجين منه ومعرفة نبيه كاد يلي فرمويتا يا رجين مي إنه تمتيت يبنيه كادو سيد حيته الديابنا فندما ومعرفة دين الإسلام بالأدلة يا إسلام الدين يا رجين هي نيمي سيد حيته الديابنا وينم توعدي إسلامنا معنى عام كي معنى خاص له ليه معنى عام ككيانه هني نيمي هو التعبد لله بما شرع يلا يعبدينه نينمي يلي اللي يعبد إينا لا يلا يعبدينه نينمي سني اللي فرينينه النمية يلي سبحانه وتعالى اللي يعبد إينا لا يعبدينه نينمي منذ أن أرسل الرسل إلى أن تقوم الساعة يلي سبحانه وتعالى فرموت تربه مي إلى قيامها يرسل تهتنمي يلي اللي يعبد إينا لكا يعبدينه نينمي معنى عام إسلامنك معنى عام تمهتيتي يلا يعبديني مي يلي سبحانه وتعالى إلى فرمويت تربه مي إلى قيام سول تهتني مي كا يعبديني هنيني مي تو معنى عامي كما ذكر عز وجل يلي سبحانه وتعالى كهك السيسنة في آيات كثيرة من قهتني تن آية تلك كهك السيسنة يلا يعبديني هنيني مي يلي فرمويت تربه مي إلى قيام سول تهتني تنفن يلي سبحانه وتعالى قال الله تعالى عن إبراهيم كي أرحكو إبراهيم إيه أرحك يلي سبحانه وتعالى يما ربنا أي ربه وجعلنا نياب مسلمين لك كه سلام تهنه نياباه يلي سبحانه وتعالى ومن ذريتنا كاد نذريك أمة مسلمة لك كه سلام تهتنه تن أمة أبا أرحك يلي سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام إيه أرحكو يلي سبحانه وتعالى يسي قرآنك أدلا سورة البقرة كابول كي لباتنا كي بحر هايته آية لك السيسيه ننكد توعديتها الإسلام بالمعنى العام إسلام إنك معنى عام ككيانه ننمي دمي فرمويتي تكيلا ربه مي إلى قيام الساكو يلا يعبدينه ننمي يلي اللي رعسيسه نن لكا يعبدينه ننمي اللي رعسيسه وينه نم معنى خاص إسلام إنك معنى خاص يانه ننمي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يلي فرمويتي ربه مكودر يختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم يلي فرمويتي اللي ربو مهني مدوبك معنى خاص ككيانه نمي لأن ما بعث به النبي لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم يلي فرمويتي اللي ربو مهني مي نسخ جميع الأديان تتر أن تهتنه تندين التدوقه يلي فرمويتي اللي ربو مهني السابقة تتر تهتني فصار من اتبعه مسلما تكل يلي فرمويتك التاته نهي أمري كتاته نهي أنه مسلم تيكيه ومن خالفه يلي فرمويتي خوي يخيل فيه نهي النمو ليس بمسلم مسلم تمدع ستي فأتباع الرسل دمي فرمويتي تكتاتك سجيه نهي أمري مسلمون في زمن رسلهم كم فرمويتي تهدم المسلمين دعسة أسن فاليهود يهود تقعتك مسلمون في زمن موسى موسى دبنا مسلمين دعستانا والنصارى نصارى تقعتك مسلمين دعستان في زمن عيسى دبنا مسلمين دعستان وأما حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهن ميا يلي فرمويتي ربو موعده تقحتكي فكفروا به توعدي قال كروستيني فليسوا بمسلمين تكلي وسنو مسلمين مدع ستاناهي وهذا الدين الإسلامي تما إسلامنا الدين تقحتكي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه إسلام الدين كنية تمها ديني يلا لك الأقل له نهيا ديني تما دين كنية قال الله عز وجل توكل يلي سبحانه وتعالى يسي قرآنك أدل إيما إن الدين عند الله الإسلام يلي هدعو الدين دعس التما إسلام الدين كنية يلي سبحانه وتعالى سورة العمران كاتبا كيسا قال هايته آية لا إسلام الدين كنية يلي هدعو الدين دعس دين دعس التما توكل كادو يلي سبحانه وتعالى قرسي آية الإيما ومن يبتغ غير الإسلام دينا إسلام الدين كله دين فله نهي النمو إسلام الدين كله دين هايسته نهي النمو فلن يقبل منه كاك مقل انتاه
وهو في الآخرة أسك خيرا بدلا من الخاسرين خسارته نهي أنكني إسلام الندي نكسا غير سديني هايسته نهي أنمو نمه برا استه نهي أنكني أخيرا دبعال. وهذا الإسلام تما إسلام الندي نهتقحتكي هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. تما إسلام النيا يلي محمد كي محمد متلا إدوه نهي دينك النية توعد يلي سبحانه وتعالى يسو قرآنك أدلي ما اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يلي سبحانه وتعالى سورة المائدة كاسد حيث آية لا أساكو أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم تساكو إسلام ديني سينه دود سهي وأتممت عليكم نعمتي إن نعمت سينه دود سهكادو ورضيت لكم سينه كحنه الإسلام إسلامنا دينا دينه سينه كحنه يلي سبحانه وتعالى إس قرآنك الدلاي توعدي بالأدلة يي ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة إن يتحلتهاي بالأدلة دليل اليارجين فردنتا إيانا منه جمع دليل وهو ما يرشد إلى المطلوب دليل ككيانه نيمي فردحتني فنهاكو تسحسه تنيمي فردحتني فنهاكو تسحسه تنيمي والأدلة على معرفة ذلك سمعية وعقلية يي أهتارجين فردكو تككي أدلة ما بحتنه تن أدلة نيه كادو عقل لي بنادن تبري إس بنادن تبري حب السهيكا تككي يارجيه نهيا أدلة فالسمعية ما بحت نهتا أدلة تقحتكي ما ثبت بالوحي وحيه دقو تهتنيمي تهم حين تنكا تككي وهو الكتاب والسنة يلي كتابك يلي فرمويته سنة إنكه ما بكتني يكاد يلي كتاب لا عقل لي بنادن تبري حب السهيكي ومن آياته أرحك يلي سبحانه وتعالى باها نهيا آيوتيا بنادن تبري إد حب سكي يا رجيم فردين تحت نهتنمي تنهم يا من قميو مثلنا بنادن تبري أو يا به نهيا أدلة نه والعقلية عقلية تحتكي ما ثبت بالنظر والتأمل حب سي لقيت تحتنمي عقلك كي أنا بنادن تبري يلي آيوتا أفنا لك نهيا قرآن حب سهي كاتككي كسله نهيا النمو تهلو كادو إسلام الدين يا رجيه يلي فرمويتا يا رجين دوداه كادو يلا يا رجين دوداهاي يي كادو بتوه كله كتابك كلها يلي سبحانه وتعالى من جهت نهتن آيو تليه تو آيو تحب السهيكا تككي بنادن تبري يلا نمه الدقه يا رجين دوداه كادو يلي فرمويت عليه الصلاة والسلام نمه الدقه يا رجين دوداه كادو إسلام الديني نمه الديني كنمي تهلو إنكه يا رجين دوداهاي يي معهتنه تنتوبكوي أساكد درسي تمكت نيس أيسي دينوهوي جماعة واهنه يندرسي لي ننقورون فنها يلي معك نيسو قساسين سو قساي أرحيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.